سعادة السفير كارلوس ماريو رئيس مؤتمر نزل السناح، السيد الرئيس أود في البداية أن أهنئكم على توليكم رئاسة المؤتمر خلال الدورة الحالية، متمنيا لكم التوفيق والسداد في إدارة المهام الموكلة لكم. كما أود أن أجدد دعم المملكة العربية السعودية لجهودكم لإنجاح أعمال هذه الدورة، وأود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمندوب الدائم لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية السفير رشيد بلباقي على ترأسه أعمال الجولة الأولى للمؤتمر، وعلى الجهود التي قام بها لإحياء العملية التفاوضية للخروج من حالة الجمود التي يمر بها مؤتمر نزر السلاح. كما أود أن أعرب عن تقدير بلادي لجهود السيدة تاتيانا فولفوفيا مديرة عام مكتب الأمم المتحدة في جنيف وسكرتير عام مؤتمر نزع السلاح. السيد الرئيس، إن المملكة العربية السعودية تشارك المجتمع الدولي القلق بشأن حالة الجمود والتعثر التي يعاني منها مؤتمر نزع السلاح، الذي يعد الهيئة التفاوضية المتعددة الأطراف الوحيدة المعنية بقضايا نزع السلاح. فعلى الرغم من الجهود الحثيثة والمكثفة التي بذلت من قبل الدول الأطراف والتي استمرت قرابة العقدين من الزمن، إلا أن المؤتمر لم ينجح في اعتماد برنامج عمل واضح يتيح له القيام بالمهام التي أنشئ من أجلها. ولذلك فإن المملكة العربية السعودية تدعو إلى مراجعة أسباب تعثر المؤتمر ودراستها بشفافية وإبداء حسن النوايا وتجنب المواقف الأحادية التي تعرقل من فرص تحقيق الأمن الجماعي، وأن تبدي كافة الدول المرونة اللازمة والإرادة السياسية المطلوبة لإعادة إطلاق المؤتمر وتفعيل دوره، ليتمكن من القيام بمسؤولياته المتصلة بتعزيز السلم والأمن الدوليين. كما أن توسيع عضوية المؤتمر وقبول انضمام أعضاء جدد سيكون لها أثر كبير في تفعيل آليات المؤتمر وتعزيز دوره والاستفادة من خبرات بقية الدول في مجال نزع السلاح. ولذلك فإن المملكة العربية السعودية تدعو إلى إعادة النظر في آلية انضمام الدول التي تتمتع بصفة عضو مراقب للانضمام إلى المؤتمر كعضو كامل العضوية. السيد الرئيس، أولت المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً بالجهود الدولية المتعلقة بنزع السلاح، وكانت من أوائل الدول التي انضمت إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعنى بمسائل نزع السلاح وعدم الانتشار. فقد انضمت المملكة العربية السعودية إلى عضوية الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجهاز المعني بمراقبة تنفيذ المعاهدة عام 1962، ووقعت المملكة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية عام 1988. كما وقعت المملكة على اتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2005. كذلك قامت المملكة بالتوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية. كما قامت المملكة على الصعيد الوطني بإصدار تشريعات داخلية متوافقة مع ما نصت عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. ولقد أنشأت المملكة الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لتكون همزة الوصل بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والجهات المعنية والدول. كما أنشأت المملكة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لتتولى تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بتشغيل البرنامج الوطني السلمي للمملكة. السيد الرئيس، إن المملكة العربية السعودية تنظر اليوم بمزيد من القلق إلى المخاطر التي أصبحت تهدد أمن الدول العربية في منطقة الخليج، مع تصاعد الخطر القادم من الجماعات والميليشيات المسلحة الإرهابية المدعومة من إيران، حيث قام النظام في إيران بتزويد تلك الجماعات بالتقنيات العسكرية المتطورة وبتكنولوجيا الصواريخ البالستية لاستهداف المنشآت المدنية والنفطية في دول المنطقة. إن الهجوم الجبان الذي وقع على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية في بقيق وخريص شكل تهديدا خطيرا لأمن إمدادات النفط العالمية، وقد رأينا بأنه بفضل الإجراءات السريعة التي اتخذتها المملكة والتي أدت إلى كبح أسعار النفط من الارتفاع بشكل حاد، إلى جانب معالجة الأضرار التي تعرض لها المنشآت النفطية في وقت قياسي. وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ما زالت حتى اللحظة تزاول أعمالها الإرهابية من خلال استهداف المناطق المدنية في المملكة، حيث نجحت قيادة قوات التحالف بصد عدد من صواريخ البالستية الأسبوع الماضي كانت موجهة ضد عدد من المواقع المدنية السعودية. يأتي ذلك في ظل الصمت
الدولي تجاه ممارسة إيران العدائية والداعمة لمثل هذه العمليات. وقد شهدنا جميعا ضبط القوات البحرية الأمريكية الأسبوع الماضي للسفن الإيرانية المحملة بالأسلحة والصواريخ والتي كانت في طريقها إلى جماعة الحوثي. إن التحديات التي وأوجدها السلوك غير المسؤول للنظام في إيران أدى إلى ظهور أنماط جديدة من التهديد للسلم والأمن الدوليين من خلال تزويد الجماعات الإرهابية بتقنيات طائرات الدرونز لمهاجمة الدول في المنطقة في مخالفة جميع الأعراف والقوانين الدولية التي تمنع الدول من هذا السلوك. إن إعلان النظام في إيران تخفيض تنفيذ التزاماته في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 واستهداف مجالات وأنشطة محددة في البرنامج النووي والتي تقلص من مدة امتلاك إيران للأسلحة النووية لهو دليل على أن برنامج إيران النووي لم يكن سلميا أبدا. ختاما السيد الرئيس، تتطلع المملكة العربية السعودية إلى المشاركة في مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي 2020 المقرر انعقاده في نيويورك في 27 أبريل المقبل إلى جانب الدول الأطراف والعمل على إنجاح أعمال المؤتمر وتجاوز الأخفاق الذي حصل في المؤتمر عام 2015 والخروج من النتائج المرجوة منه. كما تؤكد المملكة العربية السعودية على دعم كافة الجهود الرامية لنزع السلاح وتحقيق الاستقرار في المنطقة والحفاظ على السلم والأمن الدوليين ومواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة ودول العالم، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه دعم تلك الجهود والوقوف صفا واحدا في مواجهة تلك التحديات التي تمر بها المنطقة بشكل خاص والعالم بشكل عام. وفي هذا الإطار فإن المملكة تشارك بقية الدول العربية في الدعوة إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وتدعو المجتمع الدولي وتدعو المجتمع والدول الراعية للعمل لتحقيق هذا الهدف. شكرا سيد الرئيس. I thank His Excellency Mr. Saud for his statement, and allow me now to suspend the meeting for a short moment in order to escort His Excellency Mr. Al Saud from the chamber and to welcome our next guest, Her Excellency Mr. Arancha González Laya, Minister of Foreign Affairs of the European Union and Cooperation for Spain. For the moment, this meeting is suspended.